السلام عليكم. في معلومة مهمة جدا أبغى أقولها لكم إياها الآن. أنا سيارتي دخلتها الورشة قبل شوية ومريت على محل تأجير سيارات وجيت أستأجر هذه السيارة من عندهم، سيارة كورولا 2018. وأثناء ما أنا جالس أخلص الإجراءات والكلام الحلو المعسول، فجأة وضع أمامي ورقة مكتوب عليها كمبيالة حضورية وسند لأمر، أو كفالة حضورية وسند لأمر. أنا رفضت أني أوقع الورقتين هذه، هو رفض أن يكمل الإجراءات. اتصلت على الرقم 938 اللي هو وزارة النقل وأجبره أنه هو يعطيني مفتاح السيارة، واستأجرتها بدون ما وقعت الأوراق. وش قصة هذه الأوراق؟ ليش أنا رفضت؟ وليش هم مصرين عليها؟ الحين أنت لما تستأجر تعطيهم اسمك، بطاقتك ورخصتك عشان تثبت أنك أنت مؤهل للإيجار، ويأخذ معلوماتك ويسجلها في عقد بينك وبينه. هذا العقد يعتبر عقد تجاري، اتفاق تجاري بينك وبينه، إيجار، وأنه أنا سيارتك هذه أخذتها منك فترة من الزمان بمقابل مادي، دفعت مقابل فلوس بداية تأخذها، وفيها تأمين بعد، يعني إذا أنا زودت الأيام. أنا أخذت السيارة دي 700 ريال، أعطيته 1000 ريال على أساس 300 هذه يردها لي إذا أنا ما تجاوزت عدد الكيلومترات. طيب وبعدين؟ بعدين دفعت له 15 ريال إضافية تدفع لشركات التأمين تأمين على السيارة في حالة إن أنا سويت حادث. طيب ممتاز، كذا ضمنوا حقهم في حالة إنه صار لي أنا حادث. لا، وصل فيهم الطمع إنه أسجل عليك سند، هذا السند أنت توقع عليه، الرقم اللي مكتوب في السند هذا فاضي. بكرة صار حادث، السيارة قيمتها 25,000، بلا تأمين، بلا بطيخ، بلا إجراءات وزارة التجارة، ولا تقول لي مواطن، ولا تقول لي نظام، ولا تسمي لي دولة أبدا. هذا السند الآن هو الوحيد اللي أقدر أستغله وأعرف فيه الدولة، فيه أكتب فيه المبلغ اللي أنا يعجبني، وأتوجه إلى محكمة التنفيذ. المحكمة التنفيذية هذه مباشرة تخصم من حسابك، تستدعيك وتوقف خدماتك وتدخلك السجن. ليه؟ طيب أنا الآن إنسان ما عندي هذا المبلغ، وأنا صار علي حادث غصبا عني، ويعني ما عندي فلوس، وفي شركة تأمين، الشركة نفسها تروح تطلب من شركة التأمين هذا الفلوس. لا، ما نبغى اللفة الطويلة العريضة هذه، نبغى فلوس أنا الآن والآن فورا. طيب أنا رفضت أني أوقع، رفضوا يأجروا لي. اتصلت على وزارة النقل، قال لي مو على كيفهم، أعطيني الموظف. الموظف قال فجأة تغير، قال لا ما يحتاج، الآن تستلم سيارتك. هذا أنا أخذت المفتاح ولا وقعت إلا فقط العقد، وأعطيتهم مبلغ وعلى 300 ريال تأمين. اللي بعدي كل من جاء وأنا جالس قالوا له دقيقة، لا ما عندنا سيارات الإيجار، ما عندنا، ينتظرون إن أنا أمشي، يخافون إنه إذا قالوا له وقع على كمبيالة أقول له انتبه لا توقع. وفعلا معهم حق، أنا كنت حسويها، والآن أقولها لكم أنتم الآن، دائما لا توقع على ورقتين، اقراها فوق، سند لأمر، كفالة حضورية، لا توقع على هذه الورقتين نهائيا حتى تعرف إنها أساسا من ضمن الأوراق المطلوبة. إيجار شقة، إيجار سيارة، إيجار بوت، إيجار قصر أفراح في جنيف، ما